لافامي كنتمنى تكونوا كاملين بخير. المهم البارح ما درتش ستوري كيف ما كتعرفوا كانت المحكمه عند عبدو وكنا كنتمناو يخرج ولكن صدمونا باللي ما غاديش يخرج دابا. واش غنقول لكم اقسم بالله كنعيشوا العذاب النفسي كل ما غاديش يحس بك حيت ماشي فهاد لا سيتوياسيون ولكن كنتمنى والله يدير شي تاويل ديال الخير من عنده. هادشي اللي كاين حنا اللي علينا درناه خدينا محامي كما كتشوفونا في ليون خاصني نمشي نرجع لباري كنت غادي نمشي لصباليون باش نمشي للمغرب رجعت لباري باش نمشي نجمع لي حوايجو ونشوف السكنه ديالو. المهم الحمد لله على كل حال دابا يلاه هضرت معاه قطعت معاه يقدر يدير واحد السطوري حيت كيطلب واحد الاذن باش يبقى عنده التليفون 10 دقائق يمكن مره في السيمانه ولا جوج مرات في السيمانه دونك يقدر يدير شي ستوري دابا باش يشرح لكم لا سيتياسيون باش تطمئنوا عليه وداكشي حيت شحال واحد كيسولني ولكن شحال قدك تجاوب كلشي راه ستريس كتبقى تعاود نفس الحاجه راه كتعيش قلت لك واحد شنو نقول شي حاجه نفسيه وحق الرب في شي كل وهادشي اللي واحد الحاجه مهمه بعدا واخا نقول لك شكرا والله تقليله في حقك على داكشي اللي درتي معايا غير شي درتي مع عبدو ما خلاتنيش زعما في اليوم بوحدي اقسم بالله وما كنصورش ليك وشكرا بزاف يسرى والله هادشي اللي كاين. وهادي ليلى ليلى ما كتعرفوهاش ولكن اللي شاف الفيديو غادي يعرفها غنخليكم سمحوا لي قطع لي التليفون شي واحد صوني عليا قلت لكم ليلى عندي مع واحد القصه والمهم اللي شاف الفيديو كيعرف اللي ما شافش نخليكم ليا هنا ونتلاقاو ان شاء الله في ستوري الجاي. ليلى شكرا تنتيا. السلام عليكم لا فامي كنتمنى كلشي يكون بخير. المهم كنهضر معايا حماده وكان شي ناس كيقولوا غير كتكذبوا هادي واخوتي راه بصح. المهم ما قدرتش ندور لكم كاميرا واقفين عليا دابا كيعطوني واحد 10 دقائق 3 ايام في السيمانه نقدر نشد فيها التليفون دوي ابي وهاد 10 دقائق كنبغي نبارطاجي معكم شويه كنبغي نعطيكم شويه من هاد 10 دقائق. المهم دعيو معايا اخوتي راكم عارفين غير كونترول على الوراق وقدر الله وما شاء فعل. ما عرفتش فين شنو كان كيطرى ليا كون دخلت للطاليان وداكشي هذا ما كان اخوتي. المهم راه كيقول لك راه المؤمن مصاب ونتمنى تداو معايا اخوتي كاملين. ما نقدرش ندور لكم كاين الجندار قدامي فهمتي ديروا شوفوا ستوري وداكشي. المهم داو معايا اخوتي انا في هاد البلاصه دابا خارج كنهضر فيها هذا ما كان اخوتي وتهلاو في راسكم. المهم ما كرهتش نبقى ندير لكم لي ستوري ولكن المهم ما نقدرش اخوتي وتهلاو في راسكم وكنقول للوالده ما تخافيش الوالده وان شاء الله يكون الخير وكنبغيكم كاملين اخوتي. يلا اخوتي الموتيفاسيون نوض ترينيو اني اشوف اغمامه وديزادي والله انا شوف علي بقاو فيا والدي انا ما عنديش المشكله انا حيت عارف راسي ما داير والو ما داير حتى شي حاجه واللي بغى الله اللي كاينه هذا مكان. المهم الصحه ليا اللي هي اللي ما تمشيش هي اللي تبقى واللي بغات تجي من عند الله مرحبا بها.